لما أفرج عن الإخوان عمل زي نوع من المقايضة، أنتوا تخلصوني على النصيريين والنصريين وأنا أديكم السلطة، تبقوا بالسلطة. وفعلا ادى اموال للاخوان واداهم السلاح وخلصوا على النصريين واليساريين في الجامعات المصريه. وفي الاخر قالوا له الخلافه الاسلاميه، قال لهم لا اسف. قال لهم اسف خلافه اسلاميه لا، كده حدودكم انكم موجودين معايا في السلطه لكن بلا خلافه اسلاميه. قتلوه. ده سبب قتل السادات، لانه اللي عمل الفريضه الغائبه محمد الاسطنبولي، واحد منهم اسمه محمد عبد السلام. محمد عبد السلام راح له في البيت، راح بواحد اسمه حسين عباس اللي هو القاتل. حسين عباس ده واخد بطولة رماية بالسلاح 7 مرات ورقيب، يعني في أسفل في الحد الأدنى من الجيش يعني. قال له مبروك يا حسين، انت هتخش الجنة. قال له ازاي؟ قال له هتقتل السادات. قال له موافق. وحسين عباس هو اللي عمل الطلقة القاتلة في رقبة، في جزء معين في الرقبة يميت الشخص. فكنت انا على علاقه، كان على العربية. نعم، حسين عباس كان هو اللي على العربيه، اول رصاصه طلعت هو العربيه في العربيه. لا 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 اسطنبولي ما لا، هو دي مسجله في الكتب يعني حسين عباس. وانا كان صديقي احمد مجاهد المحامي، ده كان نائب رئيس حزب الشعب، حزب العمل ايوه، جريتو اسمها جريت الشعب. قال لي احكي لك حكايه، تفضل. قال لي انا رحت عشان ادافع عن حسين عباس. فحسين عباس قال لي انت جاي يعني تدافع عن ايه يعني؟ بدل اعدام اخد مؤبد؟ انا مستعجل، عايز اروح الجنه. ما اروح الجنه والحريات منتظرين بالنص كده، غيبوا عقل. فأنا مش محتاج لدفاعك ومشي.